قول لي اخويا واش عندك شي بيكره ديال معاد ولا لا؟ اشنو البيكره واش طويض مع راسك ولا شنو؟ تقدر ترجع لينا الكاميرا بينا شي بلاصه الكاميرا كاميرا في رايك دراري بسلامه الو الله يحفظك ليا خويا الله يحفظك بزاف وسمح لنا سامين المهم الاخوان مرحبا بكم فلوق جديد فيديو جديد الاخوان اليوم ما عارف شنو مخبي لينا ما عرفناش فين هذا فين نتغداو فين لا عرفنا فين نتغداو قيطره لا قيطره قيطره ولكن في غنباتو الله اعلم الله اعلم انا قلت في الغابه ولكن نتوما الاخوان بقاو معنا باش تشوفوا فين غادي نباتو هذا قبل اي ديبار حنا درنا ديبار ولكن حنا دابا في الخرجه ديال السلا قبل اي ديبار غنديروا واحد الكافي تشينشن ولا بوا تشينشن على بقات لينا 30 درهم واش نتغداو بها واش نتعشاو واش والله العظيم الا هي اللي بقات شده كنوري ابو واش كنوريهم باي راه انا لا كلشي لا راه شوف راه التريب خصو يكون زيرو درهم هذا 30 درهم ديال القواش شحال عندك زاد نسيت الخوطرة 5 درهم هي اللي بقات ماشي 30 درهم غادي ديماري والاخوان غادي ديماري واحد القضية ولينا دابا كنعمروا الماء غير في الروبيني في الروبيني ملي جينا من اكادير ولينا كنش الله يتسالى لينا اجي راه خاصنا واحد 150 درهم ديال لندن اجي شوف الله يحفظك عطيه شي ندير واحد القرماضي يعني الزوبولي برون ودكو ونديرو على وجهنا غادي نشوف الاخوان ما لاحظتوش معنا واحد القضية كل ما كنقربوا لطنجة كتكفاس علينا ماشي كنفشلو كتكفاس لا طريق اللودا كاع اللي كنشربوا ذاك الماء ديال الحام وداك الماء ديال 6 دراهم 6 دراهم شويه ديال 4 دراهم ماشي ديال الروبيني الروبيني دابا ديال الواد والحاج الله يحفظك ليا امين كيعاود ربي وحفيظ سير الله ويسر اخويا ادينا معاك اخويا صح يا ودي فيدي لي هنيك شوف شخوط ويدي كيضحك شو معاد هو القناة دوستو والله يلا اش بانك اخويا نبيع هاد البريكاتور بالقناة دوستو اولا ندير الاجر ايه ثانيا ندير ذاك صافي ما نبيع والو صافي حيد السلام عليكم سلمية اش كتبيع اش كتبيعوا البنو الكرموس شحال كيدير الكرموس كتبيعوا له كاس ديال البن واش كان صافي درهم ايه ما حناش شاد ديال الطريق واش غادي نستعملوا ما عندكم شي موديل يا صاحبي طلب مالك واش بداو الفلوس قال له بارك فينا نشوفوا الناس واش بركه هذا ليس بيطليب كتشوفوا واش باقي نشوفوا الناس كاينه كاينه هو السيد بنيته مسكين قال لك خذ الا ما عندكش حنا بينا نسمعوا حنا بينا نسمعوا هذا خذ الا ما عندكش وقول هكاك صوره هاد الاخطار انا اللي خلصت عليكم هو خلصت علينا عندنا التريب كامل والله الا ديك الطريق كلها مخيد كري غير كاس ديال الري باش جا انا ما بغيتيش انايا انا والله ما بغيتو والله لا شربتو بالله تشربوه صحه اش طمري اش بغيتي تدمني يا صاحبي هاني ملعوبه البن ديال الكلب الحمله غير فيه نضر شي ايزوزوا ايزوزوا الا ما او بارك انا ما زيدنيش الله يحفظك لي يا خويا شكرا بزاف مشى له ستوب قريطره قريطره يا واخرنا الاخوان الحمد لله وصلنا لقريطره يا خويا طلع على الريتم تاع حسام شويه الخوت ضربنا البرد ولكن طلع على الريتم واحد الدرجه اللي بيدالي 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 ارضي بالدر نعاود نشرب شي قهوه اللي كيبان لي القصي وباقي لها وهي مازال فيها الجوع انايا ياك او يلا نشربوا شي قهوه عاوتاني نشربوا شي قهوه ولا شي عويصر خفيف عاد ديك الساعه نشدوا الطريق عاوتاني باندا وديديكاس اصحاب قنيطره تحيه لكم اللهم يهديك اخويا بارك الله فيك واش حافظ؟ الله يحفظك ليا. ودي انت بجيك من ورا يوقفوا لي الناس والله الا يوقفوا لي انا سميتني حنان. راه سميتك ماشي
شاحنة الفاتحة. الإخوان وصلنا دابا للقهوة اللي جلس فيها. واه مشيتي فيها هي البيكالا ديال الخوت. المهم البيكالا ديالو هنايا الخوت فين كاينة؟ بقات تما بقات تما بقات تما بقات تما. سير سير زين زين فيك الله سير. راه ما كاينش تما والله ما كاين بالله والله ما كاين. شوف شوف تبعني 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 تبعني. صافي خبي خبي انا خبي انا خبي انا خبيتي خبيتي مزيان الاخوان. المهم دابا حنا باش عرفنا الخوت واحد جلس في ديك القهوه حنا جينا لهذه. المهم دابا راه ديجا الخوت كنتسناو غير واحد 5 دقائق بغيناه يخرج ويشوف البيكالا ديالو غابره. ديك الساعات غادي يصوني عليا اما غيصوني عليا اما انا حنا حنا غنصوني ولا نقولوا له معاد راه حنا كاين في هذه القهوه. صافي ماشي مشكل معاد. اه في كاينين وكاينين صاحبي في واحد القهوه دوقني ترا دخلتو ودخلنا صاحبي قبيله صاحبي. يلا يلا هاني هاني راه خدنا شداك بعدا تسبقنا هاني جاي. يلا بيع سربي سربي قوي في الشارع. اه كاينه على الشارع راه بالاحمر هي. يلا حيد او سربي سربي اخوان دابا غادي يخرج يتلقى البيكره ديالو ما كايناش عشيره غيهرب ليه 100% غيصوني ما يلقاش البيكره ديالو. واخيلا هذا دمو بارد هذا ما عندوش مشكله كاع مشات ليه البيكره هذه قالت لك راه ما عنديش عليها. واه وي راه بالاحمر بالاحمر هي. هايا افرشتوها راه عرفت شكون اللي زيدو بيكالا. كيفاش؟ كاينين كاينين. وفين اللي كاينين؟ كيفاش في كاينين؟ الو وراه كاينين في القهوه بالاحمر اصاحبي اش كيفاش بيكالا؟ واش زيدو معاكم بيكالتي؟ قدي حتى على بيكالتنا حنايا نهزو بيكالتك انت. وي صافي قول لي شنو كاينين برك. لا لا شوف 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 جيب معاك النم ديالك واش عندك ولا ما عندكش؟ خليت بركه من تبريش ناقص. فين اللي كاينين دابا؟ كيفاش فين اللي كاينين؟ وحنا في القهوه بالاحمر اصاحبي قهوه بالاحمر. سبحان الله كطير بيكالا كطير. ايوا صافي دابا انت غاجي. هاني جاي هاني جاي. يلا زي الاخوان دابا هو عاد بالو بان راه زينا ليه بيكالا وكاينه هنايا فاش غير جيت تلقى جوج بيكالات. جيت تلقى جوج بيكالات عرفتي هي تصدم. مضحك. كيفاش مضحك؟ مضحك مضحك سبحان الله. دابا شنو اللي سبحان الله؟ ها صونيتي اليوم مشات البيكالا. سبحان الله كيفاش صونيتي اليوم مشات البيكالا؟ مالها دابا مالها؟ واش كضحك علينا ولا كيفاش؟ وفينا هي هو البيكالا؟ واش خليتيها الحفيظ؟ خليل 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 او علاش كتصور يلاه علاش؟ كيفاش علاش كنصور؟ علاش كتصور؟ وكنصور اصاحبي راه موالفين كنصور اصلا حنا جينا باش نصور باش نطبر يد فراسك مالك اصاحبي؟ عينيك باينه فيهم كضحك كتكذب ستو بانت لكم بيكالتي خبيتوها. السيناريوات راه ما كاينينش باش يكونوا واضحين. سنة سنة الحفيظ المزاح ديال الحفيظ عاوتاني هذا. شوف حفيظ شوف حفيظ. اه ومو هذا ربي واش كدوي بصح؟ اقسم بالله اخويا كندوي معاك بصح دخلت دابا قول لي فين كنتي؟ حاجتي وطوضي وصليتي؟ لا طوضي صافي وخرج وصونيتي لي اخويا راه داوليك البيكالا. واش انت بريد اصاحبي هو بيكالتك اصاحبي دابا خليها في الزنقه داكشي اللي قلت لك ربي واش كدوي مني فكم والو اقسم بالله الا حتى دابا دابا هذا راه هو اللي مطلعها علينا والله ما مطلعها عليك ودا خالي. شوف حنايا كنصوروا علاش ديجا اي بلاصه كنوصلوا ليها كنطلقوا الريك طق طق والله ديال حفيظ سوني الحفيظ راه هو اللي هز باين عاوتاني مشى شنو هو يدير بها حفيظ فين كاع عرفك حفيظ انت واش كاين تما ولا لا؟ لا لا ديك صونا لي ديك الساعه علاش خلقني ضرب صوني الحفيظ دابا مشى ديال الصح انا عارف ديتوها. اه الو طلو حفيظ واش جيب البيكالا جيب البيكالا صافي انت مريض اصاحبي صبر صبر قول لي اخويا واش كاين واش عندك شي بيكالا ديال معاد ولا لا؟ شنو البيكالا واش مريض مع راسك ولا شنو؟ قالوا لي اتفقوا معاك. واش قالوا لي اتفقوا معاك؟ كاع ما شفنا حنايا وحفيظ دابا واش عندك البيكالا ديال معاد؟ اشنو البيكالا واش انت مريض؟ اجي اجي صح قطع اجي معاد واش كتشوف دابا راه ما كنحكوش انا اقسم بالله ما كنكذب عليك من الاخر يستسند البيكالا معاد معاد الله يحميك واحد راه تابع على الطريق العريشه علينا الله يخليكم. واش انت دابا البيكالا فين حطيتيها؟ قدام القهوه. يلا نسولو مول القهوه كاع الا شافها نرجعو الكاميرا عنده. يلا صاحبي مالنا حنا يلا 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 تقدر ترجع لينا الكاميرا بينا شي بلاصه الكاميرا فين راه كنت المهم كانت واش هاد المرسيدس هادي ولا ديك المرسيدس الاخرى؟ لا بلاصه باش نعطيك انا واش كاين الكون ولا ما كاينش الكون. جيت كنكون كنعطيني ها هي جي جي اجي الكون ولا ما كاينش الكون حتى انا ما مشدوش لا باسي كلها برا كاع انتوما شتو شتو مخبعين قبيله مالك كتجري واصاير بحال فرشة الكاميرا خويا شوف عليك فرشتينا اصاحبي يرحم عليك فرشتينا اصاحبي والله والله ما نويتها هاكا نضحكوا سمحوا لي فرشتنا والله خالد ما ضحك باغي نهزكم ونمشيو لكم رونتي قنطره خالد هو اللي فرشهم قال لهم لكن انتم اللي دزتوا ديك الساعه والله العظيم عطارة مسقط والو عندك اخويا نهز لك بريك سير على الله ياك حفيظ حفيظ والله الا شوف والله الا قلت انا واش تفرشهم المهم الاخوان البرانك صدق يا سلام استناو الخوت شي برانكات هما اللي يساليو هذا الشيء غتحرق لينا البيكالات فيك تبارك الله عليك يا حفيظ
ياك يلا سير. اخوان هذا السيد هذا تعرض لينا وقال لنا تبعوا لي باش نوريكم الطريق ديال مولاي بوسلام. شكرا بزاف الله يحمي يديك. بارك الله فيك ماشي مشكل الله يحمي يديك. اخوة كيف ما كتشوفوا معنا طنجة بقات لينا ليها 222 كيلومتر بقى وانا وخد طنجة ان شاء الله باقي اليوم وغدا باش نكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله لطنجة يعني غادي نقسموا الطريق درنا اليوم 130 غدا ان شاء الله غادي نديروا 100 ولكن 100 ديال غدا الخوت عبارة عن طلعة فداك الشيء علاش الخوت خلينا غير 100 باش نزربوا عليها ونوصلوا طنجة ان شاء الله اقرب وقت مو عاشف واحد الكلب ضعيف بزاف ياك ضعيف مسكينه مشو عطيه ودي هذاك ما عادينش يقصي مريض بان ليا الخوت راه عيان بزاف وضعيف عرفتي راه ما قاد حتى يتحرك تقول شي يا رو يعني صاحبي هالطول هالطول اجي الاخوه كيف ما شفتوا معنا راه تخلينا حتى هذا الكراج هذا هو فعلا باينه فيه ضعيف وجيعان ولكن الخوت جاهرب المهم لوجيست لوجيست كيكون نسمروا عليه نسمروا عليه تابعنا 70 كيلومتر اخويا يلا ويلا وخلينا البيكورا نديو للسبيطار نقولوا له البيكورا وسميتو معنا هذاك حسام يلا قمع الله يلا اخويا تابعك الوانطه جينا لواحد البلاصه دابا نواحي ديال الكفيفات الله يعاون اخويا الله يعاونكم كيف ما كتشوفوا الخوت شي ريحه الطريق طواله طواله تجي الرياح وبما لا تشتهي البيكالات والله ودا حسام شنو رات بيداليت رات بيداليت رات بيداليت اردي بيدر شوف اخوان زدنا شويه بالبيكاله الخوت وبانوا لنا شي ناس تما كيسقيو بديك الطريقه طريقه الفيليبين لا كاينه العصريه وكاينه ايش تقليديه تقليديه غادي يقولوا لهم عمروا لنا هذه بالماء ونشوفوا هما الاخوان نعاونوهم الا كانوا محتاجين لهذه المساعده والغريب في الامر الخوت ان الترابه ديال هذه الارض هذه كحله كيف ما كتشوفوا السلام عليكم السوندا الماء 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 عبد 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 الشيماء الماء الماء فينا هو ها يلا نجي نعاونو هما مهاد دابا كتحفروا على العين لتحت ياك هاكا دابا راه ضرب 30 متر 30 متر اللي ضرب اللهم بارك كاينين العلامات ديال الماء بعدا كاين العلامات ديال الماء هناك دابا العين لتحت راه يقدر يتفرقع عليه الماء ربي السلامه هاي خصو يتفرقع خصو يتفرقع والسيد اللي لتحت ما يوصلش عنده زعما والله يعاونك اخويا الله يعاونك حنا من اكادير جينا من اكادير بالبيكالا اكادير وفلا اكادير وفلا صحتكم تبارك الله عليكم الاخوان الله يبارككم الله يعاونكم الله يعاونك اخويا الله يعاونك كيفاش الله يعاونك انا احسن ليا دم راه ولا هذيك البيكالا سير هو بحالك البيكالا كرهت كرهوا هما عاد ديروا راه كاين تما ثلاثه د البيكالات سيروا ركبوهم وخليو لي هنايا كاين البيتوين كاين كلشي كاين حتى الهيتوين الهيتوين كلشي كاين سير الله الله يعاونكم الاخوان الله يبارككم الله يعطيكم الخير ان شاء الله تلقاو الماء الله اكبر السلام عليكم الله يعاونكم الخوت كاينه شي مويه اخويا شي مويه شويه الطريقه العصريه علاش ما كديروهاش كديروا الطريقه التقليديه كلشي خدام التقليدي كلشي بالتقليدي ولا واخيلا الحلاوه كاينه في التقليديات كاينه في التقليدي كاينه في التقليدي الله سوا جلسه تخرج السيده لا خدمتو والله ديك واش من عادي اصلا ما كيعرف والو ها كيقنف الطريقه الاولى الاخوان فرينا هذه مخلطه بالزبل باش تفلتريها من الزبل الزبل الحجر الحجر الزبل هذاك سميتو الزبل الغبره 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 تبن الزبل كدير ليه تيقولوا ليه التبن كيديروا بحال هكا وكيطلعوا الفوق كيخص ضروري يكون الريح هذه هي المرحله عاوده سير ندير لك انا الريح فرينا كتهبط لتحت والزبل كيديه له الاخوان ايه المرحله الاولى واش عاد عرفتينا ولا كنتي كتعرف لا راه كنت عارف الوالد ديالك الله يحفظك ليا بارك الله فيك شكرا شكرا المرحله الثانيه شنو هي هذه دابا كدير هذه الطريقه كتهبط الوسخ اللي كيبقى الاخر داك الوسخ اللي كيطير اللي كيطير داك الريح كيكون ثقيل وكيطير داك الوسخ اللي ما كيطيرش كيجي كيطير هنايا ولا ما طارش هنا شنو هو المعمول الا ما طارش هنا كاين نقيو كاين نقيو اصاحبي كاين نقيو نقيو كيتنقى كيتنقى هذه هي اخر مرحله اخر مرحله تجمعوا كيمشي الله يعاونكم الاخوه شكرا بزاف بارك الله عليكم الله يحفظك بارك الله فيك شكرا بزاف الله يخطيك الله يعاونكم الاخوان تبارك الله عليكم الله يعاونكم مرحبا بكم في اكادير الا جيتوا مرحبا الله يحفظك ليا بارك الله فيك شوف شوف فرنسيك شوف اش بان لك اش بان لك فرنسيك
بارك الله فيك. السلام عليكم، كيف الحال؟ كلشي بخير؟ لاباس عليك؟ مرحبا. بارك الله بعيدا منكم، خرجنا لكم ماكله وخرجنا لكم زبيده. عارف اللي كيسير، الله يحفظك ليا. بارك الله فيك. ودي خصو شي قبيطين نعطيوهم. لا انتم مصابرين اصاحبي، كاين العاده راه زرنا. لا عادي، ماشي مشكل. دابا حنا عندنا واحد ياك، قلنا زعما كيندوزو على شي بلاصه ونشريوه من تما، نعطيكم حنا هذا. الا ما لقيتيش نخليكم. كاين اصاحبي. لا ماشي مشكل، شوف حاجة الله يقضيها الله. حاجة الله يقضيها الله، ماشي مشكل. هذا راه قويتين ديال ثلاثه الناس، راه دايرين واحد الفيديو، ماشي مشكل تبانوا في الفيديو. ماشي مشكل. مرحبا. بارك الله فيك، الله يحفظك ليا. بارك الله عليكم، والله الا ظريفين راه تلاقينا مع شي ناس غير تما. واحد نصراني مشات لعكادير، فات عكادير دوك يقولوا من اسبانيا. جا من اسبانيا والله، حتى من اسبانيا بالله. باش جا صاحبت معاه على دوك اللي ديال الشيء. لي يقولوا غير وصاي كروسا قدامه. واو بات عندنا، بات عندي شوا، غتجرب عندك ركابيهم. وبات عندي بات عندي دابا ولا صاحبي دابا. يا سلام، والله يا سلام. راه هاد الجوا ديالها مكرفتش شويه، ولكن هي لداخل نقيه. صافي معليش. صافي مرحبا. اللهم يسي اخي، بارك الله فيك. النمره عطيونا النمره. مرحبا. ضربنا واحد المسافه لا باس بها ولله الحمد، السبعه ديال الخوت. السبعه ماشي مشكل، قسم بالله باقي لينا 30 كيلومتر. قسم بالله ودا خالد، واش ضنب الله انت اللي عطيك الامور. ماشي الا جمعنا كاملين صافي، ماشي مشكل. واش هو الدري شي سينيماتيك؟ قبيله فاش كنت كنهضر معكم انا وحسام ما رديتش البال جو برو، ديشارجات ليا، شعلتها دابا الخوت. ودابا غاديين لواحد البلاصه سميتها سوق ثلاث، بعيده على هذه البلاصه هذه ب 27 كيلومتر. الواعره هي ان الشوش ما بقى ليها والو وتغرب. نحاولوا نوصلوا، باقي في الضو، ما بغيناش الخوت يشدوا الطريق في الظلام. واد سبو هذاك هو الطاري الجو برو، عطينا طاحت الجو برو. حنا اللي غادي يكونوا سبو جيان هما خليل وسيرا فرق ديال شحال تبعنا، و 27 كيلومتر اللي تبعنا الخوت. عرفتي معاد شحال فايتنا؟ صافي لوكاليزاسيون دابا 15 كيلومتر كيجتهد، خصنا نديرو ليه عاوتاني شي تحرك ضروري. هذا راه كيجتهد، هذا كيجتهد اللي كيجتهد بزاف، كنجتهدوا معاه حتى حنايا. المهم الاخوان وصلنا لواحد الفيلاج قريب الخوت، غادي نتغداو فيه. تخيلوا اقسم بالله الا من الفطور حتى لدابا كيرا ودا على التازي. الله يرحم ليك الوالدين، البلاصه سميتها على التازي. المهم الاخوان غنضربوا واحد الكفته. اجي يا معاد، معاد غادي يشوف جوج لقطات. هذه اللقطه هذه فاش نشدوا التريبورتور وصلنا لتما. ايه الاخوان حيت طاح علينا الظلام الخوت هنايا وما نقدروش نهائيا نكملوه بيكاج بحال هكا. الضحيه ديال هذا الفيديو هو معاد ضربنا الشوال، درنا لي تراك الصباع، دابا نركبوا التريبورتور. ما غادي نشوفهم تيتلاح الفيديو. شوف ما تقول لي والو. يلا الاخوان غنستناو بموجات الكفته ديالنا. ودي ماني وبالحاج وطلعوا كما كيف ما كتشوفوا الغديوه ديالنا. يا سلام والله عليك الصحه خويا، الله يحفظك ليا. بارك الله فيك، عليك الصحه. موعد كيضرب في الكودرون وحنا كنضربوا في علال التازي. علال التازي واعاد مسامحه خويا، ما تفقدش. جينا وقفنا هنا شي شويه من بعد ما قصينا، لقينا مع واحد مول تريبورت. الله يرحم ليه الوالدين، قال لي نطلع. يلا نمشيو. والمهم المشكل اللي كاين هو الريحه صاحبي. كيفاش الريح؟ بالبرود. لا لبست على القبيه. المهم الاخوان دابا غادي نشارجيو البيكالات ديالنا في التريبورتور باش ان شاء الله نوصلوا على الدراري. عندنا سبب اخويا للضروره فيها. يلا 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 اخويا، احلى جايين. معاد سمح لينا اخويا على النقطه هذه، سمح لينا الله يخليك. اخويا انت اللي كتجري فين غادي؟ شكون اللي مجري عليك؟ فين هو غادي؟ تحيه لبهدي انت جاي فينا وسط كلاب. يا سلام احنا نضرو نصوبو بالليل. ما يمكنش اخويا، ما يمكنش. اي هذا لا، دابا راه قربنا نوصلو. ياك امشي على التازي الذي باش يديرها مارش. معاد اجاركم الله وفي مصيبتكم. اي شوط الله فاش كنا نجيو راه هذا راه كيتسمى ريسك. راه بحال تقدر واحد دابا قسم بالله راه فيها الحسنات. والحمد لله الاخوان على سلامتنا، وصلنا الخوت. عينا في الطريق اصاحبي، والله الا عينا بزاف. شوفوا الخوت، شوف دابا نضوا نديروا شويه ديال اللي شوف مون سميتو. اي شويه ديال اللي شوف مون، نديروا شويه ديال الدفان. وشوف انت سبق ديما، انا كنقول موراكم فهمتي. سبق فاش نجي نقول عليك، نقول لك علاش اصاحبي خليتيني الله والظلام. صافي حي تكون هاني، الله يحفظك لي اخويا، سير الله يكبر بيك. يلا هبط هبط الحواله. يا سلام بلاتي
كنضربو الدم وعاد كان اش علاش سبقتي صاحبي علاش عطاتوش كاينه ماشي حاجه اسي راه واحد امك عرفتيش درنا بعدا عطاش الهضره دخلنا لواحد الجنان ماشي جنان داك دا الزريعه والمزرعه لا تبنا صاحبي مشينا دخلنا لداخل وحنا نركبو فوق واحد هكا الجرار وهو اللي عطل عرفتي جايين في الظلامه صاحبي اقسم بالله اخويا واه شديت تاخر التراكتور باينه ركبتي على شي تراكتور اقسم بالله ما ركبت شي حاجه كليت بركوك بشحال خلينا كليت بركوك صابور بعدا باش فراسك راه ما خصيتش صاحبي فراسك والله الا قصيتي اقسم بالله وادك وادك قدام وادك الله يزيدك علاش نضرب نيوتي لا وداك الطوست اخوان دابا راه جايين عند شي ناس هنايا عرضوا علينا المهم الاخوان خليكم معنا هادو هما الاخوان جاوا عند دوك الناس اللي غادي يبيتوا عندهم بايشان بايصام شكرا لكم بزاف بعدا عرفتي دابا راه عيانين ضاربين الطريق عرفتي ديك الطريق اللي ضاربين دابا هنايا بداو الريح وبزاف اصاحبي والله كدير الجه من بعد ما وصلنا واستقبلونا الناس الله يجازيهم بخير معنا الله العظيم الا كنا غنبداو في الزنقه يبقى يضرب فيهم البرد علاش البرد راه تحسبوا بعدا عطاو لا الطونط لذاك وما كنتش معاهم لا لا شنو فيها صاحبي في سبيل الله واش تناخديتش هاد الارض وراه فيها اي يا صاحبي صدقه جاريه ياك الاخوان الله يحفظهم الله يكبر بهم ابراهيم حتى هو الله يحفظهم بارك الله فيكم والناس ديال اللي جاوا من العيود هما وني بيك وني بيك وني بيك حياش بالناس الزينه سير 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 صافي هنا غنوصلوا لنهايه الفلوق ولكن قبل ما نديروا النهايه خصني نقول لكم واحد النهايه غتوقع هنا وا النهايه العظمى الموت خويا شوف دابا هذا عتقنا من واحد الموقف اللي خايب كنا غنباتوا على برا ما عندناش لاطون حيت داروا البيع الصدقه عرفتي راه نضربوا عطيني الطون ولا الطون وحنا اربعه راه بزاف والله يا خو صحتك لا صحتك بصح ما عرفت صحتك الله يهديك لي يا خويا حيد صافي.